مرحبا أصدقائي، تعرفنا على أن الضرب جمع متكرر. الآن سوف نتعرف على قاعدة ثانية مهمة جدا في الضرب، ألا وهي أن الضرب تبادلي. إذن تابعوا معي، لاحظوا الشبكة الأولى. لدي هنا مثلثات، خمس مثلثات في كل سطر. إذن كيف سأمثلها على شكل كتابة جمعية؟ أحسنتم، إذا سأكتب خمسة زائد خمسة زائد خمسة. كم تكررت خمسة من مرة؟ أحسنتم، ثلاث مرات. إذن العدد، سأحول هذه الكتابة الجمعية إلى كتابة ضربية. إذن العدد الذي يتكرر هو خمسة. كم تكرر من مرة؟ أحسنتم، تكرر ثلاث مرات، أي خمس مثلثات في ثلاثة أسطر تساوي كم؟ لنحسب، خمسة زائد خمسة عشرة زائد خمسة، خمسة عشر. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن تساوي خمسة عشر. الآن لنمر إلى الشبكة الثانية. لدينا ثلاث مثلثات في كل سطر. إذن لنكتبها الآن أولاً على شكل كتابة جمعية. كم سطر لدينا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن ثلاثة تكررت خمس مرات، فسأكتبها على شكل كتابة جمعية. ثلاثة الأولى، ثلاثة الثانية، ثلاثة الثالثة، ثلاثة الرابعة، ثم ثلاثة الخامسة. إذن ثلاثة تكررت خمس مرات. الآن نحولها إلى كتابة ضربية. إذن ما العدد الذي تكرر؟ أحسنتم، ثلاثة. إذن ثلاثة في كم؟ كم تكرر من مرة؟ أحسنتم، خمس مرات، بارك الله فيكم. إذن ثلاثة في خمسة، ثلاثة، ثلاث مثلثات تكررت خمس مرات تساوي كم؟ لنحسب، ثلاثة زائد ثلاثة ستة، زائد ثلاثة تسعة، زائد ثلاثة اثنى عشر، زائد ثلاثة خمسة عشر. أحسنتم، خمسة عشر، بارك الله فيكم. لاحظوا، ثلاثة في خمسة تساوي كم؟ خمسة عشر، وخمسة في ثلاثة تساوي خمسة عشر. لاحظتم بأننا حصلنا على نفس النتيجة رغم أن الأعداد غيرت مكانها. ثلاثة أصبحت مكان خمسة، وخمسة أصبحت مكان ثلاثة. هذه بالضبط هي خاصية أن الضرب تبادلي. أحسنتم، وهذا يسهل علينا الكثير في إنجاز عمليات الضرب والتعرف على نتيجتها بسهولة. إذا لاحظوا، لنتمرن الآن. اثنان في ثلاثة تساوي كم؟ أحسنتم، ستة. أكتب ستة. الآن نحول ثلاثة مكان اثنان، ثم اثنان مكان ثلاثة. ثلاثة في اثنان تساوي كم؟ ستة. أحسنتم بكل سهولة. لماذا؟ لأن الضرب تبادلي. نفس الشيء هنا، خمسة في ثمانية تساوي كم؟ هيا يا من يحفظ جدول الضرب، أربعون. أحسنت، بارك الله فيك. إذا أربعون، خمسون في ثمانية أربعون. الآن ثمانية في خمسة، لاحظوا بادلنا هذه الأعداد، بادلت أماكنها. ثمانية في خمسة كم؟ أربعون بكل سهولة، لأن الضرب تبادلي. شكرا لكم وبارك الله فيكم. أحسنتم.